قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. تقول: ما مناسبة ختام هذه الآية بهذا الكلام: ما للظالمين من أنصار؟ إذا نظر إلى ما قبلها من آيات فإن تلك الآيات التي سبقت هذه الآية تتحدث عن الإنفاق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والأمر بالفحشاء كما قال بعض العلماء هو منع الزكاة. ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم ذكر عز وجل النفقة وأن علمه جل وعلا محيط بهذه النفقة، فمن قصر في هذه النفقة فهو ظالم إما لنفسه وإما ظالم لغيره من الفقراء، فيكون قد وقع في الظلم. وإذا وقع في الظلم فإن الله عز وجل يجازيه على ظلمه ولا يكون له نصير ولا معين يوم القيامة.